السلام عليكم، هذا واحد من احلى الفلوجات. اريد اشوف نقدر نوصل ال 30 الف لايك. البارحه نزلت فلوج للمشاف، وححاول باكر فلوج وعقب باكر فلوج راح احاول انه يوميا، مع انه ما تعرفون شنو الظروف، لان دائما دا اخطط لكم دا اشتغل لكم ورا الكواليس على اشياء راح تعجبكم، مفاجات قويه. ما اطول عليكم، مشاهده ام المتعه لام الفلوج المبتع. مع السلامه. شوف الموتى مال الفريجي، حادث الفريجي. احلى شيء بتقسيم هي هاي الشغله، قهوه وشاي دائما. اسف ما في يلا عاد تسلم. شكرا. خطيه شبيتها عليه وضاف لي بعد كمل لي اياها. وقت الاستراحه هنا بالميدان دا انتظر ولد خالي. ما يدرون اني هنا، والله ما يدرون. ما شافوني. قلت لهم اخذوا فره ثانيه. اي بعد فروا اللخ يا خطيب. الفريجي كل ما يشوف فقير الا يعطيه فلوس، والله مقطوط دائما. مليونير ويوتيوبر اني. ها؟ الله. ايش؟ لازم؟ والله ما عندي، الله ينطيك. ليرة واحدة ما انطي والله. علاوي شو عم تعمل؟ عم بتخوني؟ شو دخلك انت؟ عبد الصمد من تركيا، عجميلي المجمل المكان. حبيبي الله يسلمك. علاوي من سوريا. وهذا؟ وهذا محمود من سوريا، وحنين ايضا من سوريا، راح يكون بيناتنا اعمال مشتركة وفيديوهات. سوريا. خطيبتك خطيبتي خطيبتي خلصنا منها. اما الان انا وحيد جدا احب اتعرف على اليوتيوبرز. ضع منه. والله نسيت ايش دار احكي. كل شويه اشوف متابعيني ما شاء الله يفرحوني. قلت له الرحله لسه، لا تخلي خبي يعرف انه انا جاي. تركت اصدقائي ومشيت مسافه كلها على مود التقي بيهم. احب اتعرف على ناس مميزين. هلا هلا هلا. خبي ما يعرفني طبعا، ما يعرفني، لكن انا اعرفك جيد. ترى حروب ما شاء الله. متدمره حروب، سنتين حروب فلوقات متواصله. هنا طاير كل شيء طاير في الكاميرا، سنتين فلوقات ايش يصير فيها؟ تتدمر. راح اجيب احسن منه ان شاء الله. محمد من ليبيا رحاليستا. مرحبا. وهنا ايضا عندكم خبي. السلام عليكم. المغرب. جزائر. جزائر. جزائر خلاص. جزائر خلاص. انت الان صديقي ومن احب الناس عندي خلاص. الجزائر من اقوى متابعيني ومن اقوى الجماهير عندي في قناتي. الله الله. مع انه عددهم قليل لكن جدا فعالين. ديروا له انقلاب الخوام. انقلاب علي بيسووه. ليش؟ ايش قاعد يقول؟ نحوقع. والله مو فاهم شو. راح ازور الجزائر. اعطي راح اريستا ومعنا راح اريستا. ليكيب. خبيب راح اريستا. انا دافتي مش دايحكم. نوري ربي يحفظكم. فجميل انه تقعد وتتعرف على ناس مميزين مثل ما انا دائما اقول لكم بالفلوجات. اختنا هدى من قناه العربيه. في دبي موجوده هون. في دبي. انا تعرفت كثير على عمر، شخصيه كثير مميزه. على راسي. انكم بتتابعوه من زمان. انا يوسف. اخوها يوسف من قناه الام بي سي. ايش قد حلو قناه العربيه قناه الام بي سي. فتشرفت بمعرفتهم، كانت قاعده كلش حلوه. كل شرف لينا اخوي. ونشوفك في ايام ثانيه ان شاء الله. كانت مقابله خفيفه وسريعه ولطيفه، تعرفنا على ناس مميزين ايضا بحياتنا راح يفيدونا بالمستقبل وراح نشتغل وياهم بالمستقبل، وهذه هي الحياه وهذا هو جمال السوشيال ميديا. والحمد لله اني من اليوتيوبرز اللي اسعى وراء اليوتيوبرز الثانيين، وانه اتعرف على يوتيوبرز ثانيين واطلع يوتيوبرز ثانيين واساعد يوتيوبرز ثانيين. اما باقي اليوتيوبرز مع الاسف يشوفون روحهم، ما يحبون يطلعون ويا ناس ثانيين الا اذا كانوا اكثر منهم بالعدد وهيك. انا ما عندي هذه القوانين او هذه الشغلات التافهه، انا احب الكل واطلع ويا الكل عادي. اليوم اخر يوم لابن خالي عمر هنا وراجع للسويد، فلذلك كنسلت كل شيء على موده. والله قلبك ما تقصر. ابن خالي بعد عمي، يعني نفس الدم. الغريبة والحلو بتقسيم انه كل العميان وكل المغنين يوميا هم نفسهم بتقسيم يشتغلون، ماخذيها كشغل مو كتجديه. من جانب الصدف وهي الشغلات دا اتمشى بتقسيم، والله فلا اعرف انه خالي عبد الغني موجود. همي انا من السويد. شنو هالصدفة؟ انت تعرف انه خالي عبد الغني هنا ولا شنو؟ اعرف طبعا هو جاي وياي. دا اتمشى ابوع هذا الشخص يشبه خالي عبد الغني يشبهه. ظليت اباوع، بعدين كلنا شفنا بعضنا وتفاجأت كلش. ماكو هيك صدفة. خالي السنين ما شايفه وشفته بالصدفة بحياتي. هاي صدق اقوى صدفة لحد الان صارت لي باسطنبول او بتركيا. حتى ولد خالي باعون على خالي ما اعرفه، انا اللي عرفته. قاعدين نتمشى. هذا خالي ضياء الزين من العراق، هسه دا اسولف وياه همينه. وايضا هنا التقينا باحد متابعينه اليوم من قرايبي، اخو زوجة خالي. الحمد لله انا احساسي وانتباهي جدا عالي. حتى على الناس احنا ودا نمشي. فانتبهت عليه. ولد خالي نفسهم ما يعرفون، كلنا ما نعرف انه هو موجود خالنا هنا. حياة صغيرة للمرة المليون اقول لكم. ولد خال
ولد ولد وبنات هاي نورة لينا وسالي ولد بنت خالي بنت بنات بنت خالي يا محاسن الصدق قبل هسه دقائق التقينا بعمي عم عبد الغني اللي ما شايفه صار سنين تقسيم خلف الله على عمر شابه يعني هاي احنا العراقيين هيجي الحياة ضيعتنا وفرقتنا كلنا والله شلون شفته ما اعرف وخل... بس هاي الشغله وخلت حتى وخلت حتى علاقاتنا الاجتماعيه العائليه جدا ضعيفه مع الاسف بالمناسبه بناته ما شايف هناني انا ما شايف كلهم اني يعني يا دوب صار ما اعرف كم سنه ما شايف خالي هو جاي للامارات مره واحده كنا من زمان وليش باقي قرايبي بالعراق مع الاسف والله فبالي التقسيم تبدي هاي الناينتي كلابز وهاي السوالف مثل ما انتم شايفين حراس اثنين ويقولوا لك بناته هاي الصدفه اللخ هذه الصدفه الثانيه اقسم بالله وسال وسال حبيبي كبير ما توصل من بوسه انت احلى بوسه معلم اصدقائنا بالسكن هذول عبد الرحمن احمد فلسطين فلسطين اردن فلسطين فلسطين اردن واني هم فلسطين واردن وكل الدول العربيه هاي نرجع لقصه القاذورات هنا بتقسيم اللي هي موجوده فقط بتقسيم باماكن معينه وشوارع معينه لا عبالكم ان تركيا هي كلها فساد وكلها سيئة تركيا ما شاء الله كل شيء بها الزين والمو زين تريد الزين موجود وتريد المو زين موجود لانه هواي ناس مع الاسف لما يشوفون الفيديوهات اللي احكي بها عن تركيا او اي شيء سلبي احكي بها عن تركيا يفرحون يقولون ايه اذا شوفوا هاي تركيا السيئه لا تركيا دوله رائعه ما شاء الله فاني اي شيء سيء اصور لكم اياه بتركيا تراني رحت عليه انا واصدقائي على مود مغامره وعلى مود تجربة وعلى مود شيء غريب ما حد مصوره قبل مثلا واو شوفوا هذا الباب ايش قد كبير هاي بشارع الميدان ما ادري تقسيم نسيت اسمه وهاي كلها اثريه وكلها حقيقيه من ايام العثمانيين واقدم فلما تصير دنيا ليل حتى الصبح تلقى ناس هواي يقول لك تعال ادخل عندنا ديسكو بنات شرب كل هاي السوالف على مود يجذبون الشباب واللي تكون اكبر قشمره واكبر نصب واحتيال بها ديروا بالكم تدخلون ديروا بالكم تسمعون كلامهم ديروا بالكم من هيك اشياء هاي عمر يلا هاي تجربة الايس كريم ان شاء الله على 2 مليون 2 مليون ويكب لازم حركات قوية شوك لازم ها شوك لازم لازم ضربة بيها ضربة بيها ضربة بيها هي مو شغلة الفيكة هي شغلة الطعمها ما شاء الله كلش طيبة طيبة؟ اي زين جربت النوع هم زين جربت الايس كريم انا في تركيا مو على مود الفيكات انا هاي شايفها وملان منها شو يسوي شو يسوي لي؟ خلاص خلاص عطلي يا حبيبي ما شاء الله بسم الله لازم تاكل عجيب والله ما شاء الله طيبه يلا لا والله طيبه عموري شلون هاي السكريم شوك شوك ماكو هيك بالسويد ولا بامريكا صح ولا لا لا والله هيك موطا هيك يعني شلون احسه جلاتين على ايس كريم على فتشي كلش طيب في شيء حضاره عم بك احسن تركي ايه فتشي لازم تجربوه بتركيا انا ما غشك بابا لا والله هسه دخلنا لسه بوي يقول لنا صمون ماكو فبامريكا او السويد وين اكو شيء ممكن يصير مستحيل يقاضوهم ليش ماكو صمون ما اعرف بوي هذا عالمي ترى ادري محل عالمي بس هاي مال تركيا حبيبي انت تركي والله يعني احنا كنا ببدايه شارع الاستقلال عمر يعني مدح تركيا هسه يذمها انا بفيديوهاتي انطلق الانتقادات الايجابيه والسلبيه من كل دوله هاي الشغلات كلها هذا الشخص يسويها بايده هاي اسم فاطمه امل ملاك حصه خليك يا الفريجي هسه جايين يا الفريجي مستعجل الفريجي رايحين للمطعم الزين هسه عمي الوسه الزينه راح تبدي دير بالك لا تدعمنا من الحماس وبيا مدرسه وجهه مو طبيعي هذا خلى قلبي فيها ومرآني يطلع بالنهار احنا ايش قد ناكل اليوم كله اكل هاي السياره ايش قد احبها لان موجود منها هواي بالعراق واكو ممثل دائما بالفيلم مالته كان يستخدمها احنا نسميها الرقه بالعراق هاي والدي كان عنده اقصى راي مدينه العرب والمطاعم العربيه شوفوا هسه ساعه بالوحده وهذه المطاعم كلها العربيه مفتوحه حياه اجتماعيه فوين اكو بامريكا بالسويد بكندا هيك حياه مع الاسف انا اليوم كنت هنا واكلت نفر كباب هاي المره الثانيه اليوم صدق يوم مميز وغريب وكلش حلو ما انساه طول عمري وهاي وصل الاكل الزين هاي الكباب وهاي المقابل.
مقبلات. توب توب بس شويه فاهيه ما يوصل للعراق. هو اكو اكل يوصل للعراق بابا، الاكل هناك من العراق يجيك من اللحوم العراقيه من الاغنام العراقيه قبل طبعا مستحيل يطلع مثله. قلت طلعت بالفلوق لان انت معرفتني من صوتي هواي ناس صوتي لعلع اني دائما هيك صوتي مميز. كان دا يشوف الفيديو مالتي هياته شوف هذا الرجال يفتر انت وبالمطعم ويبيع شغلات حلو. خطيه بهذلناه عمر حياخذ له ساعه. دول الولد الصغار هم راح يشترون ساعات من عندك. سوينا له بزنس خطيه. الشاي العراقي المهيل انا هاي عجبتني كلش بس مبينه انه الوانها ممكن تروح بالماي وهيك. اشتريت ذول همينه وهاي اصلا مال اقوى فريق بتركيا للعلم. اسم الفريق بشكتاش. شكرا جزيلا. احلى رجال واحلى بائع والله. لا هم ينحبون بيهم ناس جدا طيبين ذول الافريقيين. كذا ساعدني هسه واحد من المتابعين ظل يسولف وياي نص ساعه قال لي انت من العراقيين الوحيدين اللي نفتخر بيكم واخويا هم خابصني بيك 24 ساعه صوتك بالبيت. هاي السوالف اسمعها اكثر من متابعيني وهذا الشيء انا افتخر بيه وعلى راسي. كلكم ان شاء الله مستمرين ونحو الافضل فقط هذا هو شعارنا استمرار وتطوير. عمر اشترى هاي القلاده من عنده واشترى هاي الساعه. يجوا يسالون احنا ليش بس ناكل لان احنا بس نتحرك. يا جماعه لكم اكلنا اكل اليوم شوفوا وشكو شيء شفتوه بالفلوج اليوم رحنا على مود ناكل ماكو مكان فتنا بيه ما اكل الا على مود الاكل. ايه والله ما ادري وين بده يروح الاكل ما اعرف بس احنا بدنا نمشي هواي يحترق الاكل ببطننا. هاي شنو هاي بتركيا اكو ناس نايمين هنا واكو بطانيه حاطله خطيه وهيك. والله كل شيء تشوفون بالحياه وانا اصور كل شيء. شنو ذولا خطيه طارديهم من بيتهم مرتهم طردتهم اكيد مرتهم ماكو هاي ماء مقطر صالح للشرب حلو مسوين ماي سبيل يعني بالمنطقه. طبعا هذا المحل راسا يسوي العصير هنا وهاي كلها طبيعيه قدامي كان دا يعصرها. هيك محلات مثلا بامريكا مستحيل تشوف او تلقى. الله ما نتفارق انت حبيبي الله الله يا سلام خلابوس. على الاشياء سويتها اليوم استاهل ريد بول حلو. اكو منها انواع هي زجاجه مال كوفي واكو اطعمه. هاي ما تشتري لحبيبتك ايش كبر هذا الدبدوب بقدي. شلون تعرف البسياره عرب؟ انا قاعد اتسوق واسمع صوتك. تحضني حضنة قوية؟ تعال. ما خلصنا من البنات اللي يتفرجوا المسلسلات هنا بطلع لي هذا. يقول لها رابع مرة اعيدها. لك شنو انت؟ اكو مدمنين الانمي، مدمنين الطوبة، مدمنين المسلسلات. انا اذا ادمن فيديوهات مفيدة على اليوتيوب او اشياء ثقافية او ناشونال جيوغرافيك او هيك شغلات احسها ممكن تفيدني انا، فلا حد يصير مثل هذا. ونسيت مدمنين الالعاب، لا تصيرون مدمنين على اي شيء حتى الاكل، لما تاكل اكل من كل شيء شويه، لما تلعب لما المسلسلات لما التلفزيون همينه من كل شيء شويه، كل شيء زايد عن حدين قلب ضده، لا تكثرون من اي شيء، واي شيء تسويه اذا كان مفيد لك وانت كنت هواي تصرف عليه وقت فعادي، ظل صرف وقت وضيع عليه وقت، ما طول هذا الشيء مفيد حتى لو بيذره فائده، ولو هي المسلسلات هم تعلمك تركي، تعلمك قصص. ايش قد حلو لما بيتك الشبابيك كلها تنفتح والجو يخبل، تكرز حب وتسولف ويا اصدقائك. الاحساس شلون انت قاعد بتخييم قاعد بغابه كانه ماكو شبابيك. وبعد ذلك كمل المسلسله وطلعت الشمس اصدقائي. ابن خالي راح يرجع للسويد يا دوب شفته كم ساعه. فاليوم انا كنسلت كل شيء عندي وراح نروح نودعه. شوفوا الغرفة مالتي ايش قد حلوة. طلعون عندكم بلكون من الغرفة مالتي ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهذه يا تركيا يا اصدقائي اللي في يوم من الايام ممكن نعيش هنا، ممكن نعيش بالامارات يعني بعد سنين عديدة. اكو حتى توربينات هوائية دشوفوها ما شاء الله. بما انكم تحبون القمر فذاك هو القمر وهاي اقرب شيء وصلت له. منورين اخوان عمر زكي. هاي المنظر من البلكونه الثانيه. حكمل يومي القاعد خطيه ما دينام اتسمى من الاكل العراقي. لك حطه بالعراقي ايش مرات ما كنتم ريد بول بيعطيك جوانيح فلازم اشربه ان شاء الله نظل قاعدين اليوم كامل. وهي دائما انا تطلع لي حبايه بالنص عبالك بوذي. انا ايش قد مفتقد وفرحان انه متخلص من الحبوب. حسوي لكم حلقه على القناه الثانيه ارويكم واقول لكم الاسرار اللي تبعتها على مود تخلصت من الحبوب. بس هاي الحبوب ترى بسبب الدهون. انتم تشوفون ايش قد اكل انتم ما تشوفون. الله يستر لا يصير بي سكري اصلا قد ما اكل خاصه حلويات وهالسوالف. ايش قد حلو انت هذا بيتك والشبابيك كلها تتفتح يوميا. مكان جديد، اشخاص جدد، تجارب جديده، سوالف جديده، وتستمر الحياة نحو الأفضل. وكل شيء موجود بتركيا حتى هذه. وهذه شجرة تفاح حيل تعجبني تركيا. بس كلش خايف على العرب. هذول الحاقدين على العرب إذا صاروا بالسلطة انت راح ينتهي كل شيء. يوم كامل منايم وأنا بكامل نشاط. صباح الخير. والله راح أشتاق لك فتشي مو طبيعي قلبك. بس راح نشوفك هناك بالسويد. بس لا تخدر على البوسيطتك يا آه.
مع ود هاي امبوسه. الى هنا اصدقائي كانت نهايه فلوقنا مستمرين ونحاول افضل. اسعد نفسك بنفسك وانتم في امان الله. كل شيء اسفل الفيديو انستغرام والفيسبوك قناتنا الثانيه قناه الالعاب. وباذن الله عندي مفاجات كلش قويه بالطريق. دائما اوعدكم بهذا الشيء لان دائما احنا مستمرين ونحاول افضل. يعني حتى لو ماكو مفاجات فانا راح اخترع مفاجات وان شاء الله اقدم لكم دائما المحتوى النظيف اللي دائما راح يسعدكم. راح يظل عمر زكي هو ذاك عمر زكي القديم لكن نسخه محسنه ان شاء الله. فقط انه عمر زكي يتعلم، عمر زكي جديد باشياء افكار جديده وليس انه يتغير ويعني يصير انسان سيء. لا تخافون علي، انا اعرف ايش دا اسوي وباذن الله اللي جاي اقوى وافضل. واسعد نفسك بنفسك ومع السلامه.